المكتوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول، سائل سألني يقول المنزل باسم والدتي، وكل واحد يسكن في شقة، فقمت ببيع شقتي لأخي بعقد صوري وأمي على علم بذلك، هل يجوز؟ المنزل باسم والدته؟ نعم، وهي على قيد الحياة. إذا كيف تبيع ما لا تملك أنت؟ يعني كيف يبيع الولد ما لم يملكه؟ كيف يبيع شقة ليست باسمه؟ لا يجوز. طيب،